راكيان الوادي، شلونك؟ الحمد لله. اهلا وسهلا، شلونك؟ الحمد لله على الله، انت شلونك؟ مشتاق هوايه، مشتاق اني اشوفك بابداع. شكرا جزيلا، ان شاء الله تشوف الابداع بالسنوات الجايه. الله يحفظك. امس نشرت احدى بطلات مسلسل حيره ستوري، اوكي؟ فانت رديتي عليها، هي انتقدت العمل، انتقدت موقع العمل، فشنو اللي صار؟ سولفينا. اللي صار انه هي ما عاجبها وشايف شخص من يجي غير مهنته غير شغلته ويختاره هو ممثل، يعني هذا هو عنده حظ. بس انت من وافقت على الشخصيه ووافقت على الشغل وكل الاشياء انفرشت لك قدامك انت وافقت عليها. فبعدين من احنا نطلع لقاءات ونصرح تصريحات بديهيه من عندنا ناثر اول شيء على العمل، ناثر على طاقم التمثيل. بس هو شئت ام ابيت هو انشاف. انت وصفتيها انه هي كانت تعمل لتنسيق الاكسسوارات، ما شفتي انه هذا التصريح شويه ممكن راح يزعجها؟ هي البنيه اني ما ادري مو ممثله ولا شفتها ممثله نهائيا. اني اشتغلت وياها قبل 5 سنوات هي الاكسسوارز وستايلس. انصدمت اني من شفتها ممثله. لما سالت عليها اني قالوا لي انه هي اجت على الاكسسوارز تلبس السوارات، المخرج عجب الهيئه والشخصيه قال هي تصير غيد. سوري رويده. تصير انت انزعجتي لان احد انتقد عمل انت تعتقدي وهواي يعتقدون انه عمل ناجح؟ مع العلم انه الشخصيات وكبار الشخصيات ويانا بالمسلسل نصحوها، بس هي دا تحاول اذيه نفسها. احنا ما نتاذى بالنسبه لنا، بس هي دا تتاذى بهاي الكلمات. احنا شركه احترمتنا وقدرتنا وناس مهنيين، ليش دا نحكي عليهم؟ زين، هل تصرح روكيان الوادي انه اكو جزء ثاني لمسلسل حيره؟ لحد الان ماكو، وما اعتقد على هالشخصيات يرجعون مره ثانيه. والله العظيم انا اقول لك انا صريحه جدا وعلى لساني احكي، دام اكو شخصيات دا تطلع وما محترمه لا شركه ولا محترمه ممثل ولا تحترم سيت ولا تحترم اي شيء، فهمت علي؟ فما ممكن يعيدون التجربه مره اخرى. طيب شنو جديد روكيان الوادي؟ اكو عمل بس انا ما اعرفه، ليش؟ هو ماكو عمل السنه اني ما نازله. مسرح؟ لا لحد الان ما انعرض علي مسرح، بس النصوص اللي تقدمت لي هاي السنه ما تليق بشخصيتي، اللي لازم ارتقي شويه ما انزل داون علي انا شطر. فاعتذرت من عندهم بطريقه لطيفه وحلوه، بس ان شاء الله عندي فيلم اذا الله راد ان شاء الله توقيع عليه.